نعم، ويستحب قيل مسح العنق، يستحب ويستحب قيل مسح الرقبة، وهو من الغل أمان وثبة. يقول الشيخ السالم رحمه الله: ويستحب قيل مسح، هو هنا قال وما عداه سنة كالمضمضة والاستنشاق هكذا لا ترفضه، والمسح للأذنين ثم العنق ومسح ذي عليه لم يتفق. قبل لما نتكلم أول شيء عن الوضوء، لكن بعدين لما فصل الكلام في السنن قال: ويستحب قيل مسح الرقبة وهو من الغل أمان وثبة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح؟ بعض العلماء قال لم يثبت عنه، ولذلك لم يذكره أبو سعيد رحمة الله عليه في السنن. ولكن ليمسح نازعة هي ما 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 واجب، ايش تسوي؟ بدعة، كله بدعة ضلالة شرك، مصيرك جهنم وبئس المصير. لا، ما يذهب هذا، ما منهجنا نحن، هذا ما منهجنا، ما منهجنا. الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، المسألة أهون من ذلك. فلا يعني عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. والشيخ أحمد الخليل ترى يمسح العنق، والشيخ أحمد الصوافي يمسح العنق، وإذا سألت هل ثبت ذلك عن رسول الله يقول لا، لكن ثبت في الآثار، الفقهاء يقولون، ونحن نعمل بذلك من غير إلزام، من غير إيجاب يعني. فمسح عنقه فله ذلك. يا مرة واحد من الشياب حق الشيخ محمود الصواري يسأل عن الشهادتين بعد الدعاء الشهادة كذا، قال للشيخ: أبغى أسألك عن هذا، الشهادة على الوجه بعد الدعاء يجوز ولا ما يجوز؟ قال: أنت إيش تسوي؟ أنت تمسح ولا تمسح؟ قال: أنا أتشهد. قال: بس زين، أعمل به. قال: عجيب، هذا المطاوع يقول أنه ما تشهده. قال: إيش تباه المطاوع أنت؟ ترى هو الشيخ وحده يعمل به. قال: إيش تباه المطاوع أنت؟ أنت هذا اللي تعرفه أعمل به. وشهدهم ولا في الجماعة لنا كلهم. قال: سمعتوه؟ إيش يقول الشيخ؟ يقول: يوز يوز يوز. خذ تصريح. لماذا؟ ليش الشيخ قال له كذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها بس، خلاص خرج من الصلاة بالتسليم، عاد يمسح وجهه بيديه برجله، هذا وجهه وهذا يديه، ايش خصك؟ خلي يسوي اللي بيسوي. الرجل خرج من الصلاة وانتهى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرفق الرفق، لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.